بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الثالث الثانوي، هنبدأ مع حضراتكم النهاردة هنحل ونراجع مع بعض امتحان على الوحدات اللي هو الترم الأول كاملا من وحدة نمبر 1 لغاية الوحدة نمبر 9 وشابتر 1 لفور، يعني مقرر الترم الأول كاملا. النهاردة هنحاول إن شاء الرحمن نحل امتحانين مع بعض على نفس المنوال، يعني نحل الامتحانين اللي بيتكلموا أو بيتكلموا على الوحدة الأولى لغاية 9، وزي ما اتفقنا يعني المرة اللي جاية إن شاء الرحمن هنبدأ في الوحدات اللي هي بتاع الترم الثاني، هنحل امتحانين، وبعد كده عايز أديلكم الحاجة اللي قلنا عليها التركات دي اللي هي الحاجة اللي فيها صعوبة شوية كده، وأريحكم مني كده إيه قبل العيد بكام يوم، عشان يعني لو كان عندنا وقت ممكن نشتغل مع بعض ان شاء الرحمن. يعني لو كنت ما مشيتش من ما رحتش رئيس لجنه ولا حاجه، هنفضل ايه نحل مع بعض ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. وطبعا وحشتنا اميره. ها الشاشه عندكم واضحه يا اخوانا؟ تمام. يلا اميره كده مع حضرتك النهارده 15 تمرين على اساس انك انت طبعا انت وحشتينا على الاخر. مستر هناخد شوز ودايلوج وترانسليشن القطعة والنوب المجوش معايا. طيب ان شاء الله يجي ان شاء الله على خير. يلا توكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ابدا. تفضلي. ماشي. لازم اقرا الجملة ولا اقول اللي انا كتبتها؟ لازم عشان نشرحها في حياتها هتبقى مشكلة. تمام. We use drugs to speed up the healing process. بروسيس. ايه معنى كلمة healing process؟ هي طبعا عملية الالتئام يا دكتورة، اللي هتخش طب وبعد كده مش عارفة عملية الالتئام. طيب نمبر 2. I have تبقى C اللي هي I have the ثانية. نمبر C B ولا C؟ لا C. I have the doctor check my teeth. يا عيني، يعني انت حضرتك هتختاري نمبر لا صاحبي اهاب ماي لا ثانيه مست لا ما ينفعش بيه عشان دي ما فيهاش تصريف ثالث. سي انا مستني حضرتك ترسيلك على حل. لا هو بيقول اي والله في وانس ا مانس اي هاف وانس ا مانس ايه اللي عندي ماي تيس ار تشيكت باي ذا دنتست اي هاف ماي تيس تشيك باي لا دنتست I have the dentist to check my teeth. I have the dentist to check my teeth. يلا كده اخترتي؟ دي عشان A ما تنفعش، B ما تنفعش، ودي ما تنفعش. دي بس اللي تنفع. طبعا هو بيقول لو قلنا النمبر A I have my I have my teeth are checked. طبعا انتوا حضراتكم حضرتك طب حلتيها على اساس ايه قبل ما اتكلم عشان اقول لك اجابتك غلط؟ اللي هو بتاع كان اسمه الكوزيتيف بتاعي. الكوزيتيف ماشي. الكوزيتيف معلوم ولا مجهول؟ مجهول. لو كانت مجهوله يا دكتوره اميره لا هنا معلوم سوري كان قال لي تصريف ثالث. هو هنا استخدم الكوزيتيف في الاكتف اللي هي هنا هاف بمعنى ايه؟ جعلت الطبيبة يفحص أسناني. يبقى فين الإجابة الصحيحة يا حجة أميرة؟ سي يا مستر خلاص. اللي هي سي. كده لأنه طيب هنا هاف عشان كده حتى جاء بعدها الفعل في المصدر بدون تو. لو كانت إيه هنا كان قلت تو تشيك. جت يعني كنت اخترت دي. ماشي. He hopes to gain C. طبعا gain إجابة صحيحة، هو طبعا لكي يحصل على إيه؟ على خبرة أو يكتسب خبرة. ماشي تفضل. The car تبقى دي. The car hasn't been repaired yet. Hasn't been repaired yet يعني present perfect imperfect. تمام. It's illegal to use the fire alarm. Except in case of emergency. Emergency اللي هي معناها في حالة طوارئ.
طوارئ. الطوارئ، تمام، برافو. هاردلي دي اللي هي تبقى هاردلي هاد شي فينيشد. هاردلي هاد شي فينيشد. طبعا هي اذا جاءت نو سونر هاردلي سكيرسلي في بداية الجملة، جاءت الجملة بعدها في صيغة سؤال، جاءت الجملة بعدها في صيغة سؤال، وده اللي اختارته في صيغة سؤال، يعني نبدأ بالفعل المساعد فاعل تصريف ثالث. Excellent. It's advisable to consult a طبعا هي بمعنى يستشير، فعلا يستشير هي consult. تمام. By next Friday we دي 8 تبقى B اللي هي ده زمن ايه ده؟ ده اللي هو اسمه ايه المستقبل التام بيتهيألي. ايوه المستقبل التام بيتهيألك فعلا اللي هو الفيوتشر بيرفكت. تمام، برافو عليك. 9 فين 9 9 في الخير. Sky diving is a sport that Eddie tends. أيوة tends تنوي. To attract تبقى سي. هتجذب الناس أنها نيس فيهم طالما هي sky diving اللي هو طبعا sky دي معناها اللي هو السباحة اللي هي يعني زي الطائرات الشراعية والحياة دي كلها. مين اللي هم عايزين يجذبوا انتباه الناس؟ مين؟ الخوافين؟ لا الفيولس. الفيرلس اللي هم ايه لا يشعرون بالخوف. طيب. By 2015 my father هتبقى ايه؟ My father has written. My father اسمع. Had written. اهو كده ردت عليكي فعلا الدكتورة نعمة وقالت لك هاد ريتن يا أستاذة، لأن هنا دي باي عاملة زي إيه اللي هي باي ذا تايم أو باي زائد تايم اللي هي من طبعا إيه أخت بيفور. بيفور دي كلها يعني بيفور سنة قبل سنة كذا. ماي فازر هاد ريتن. يا مستر. نعم. واضح عندكم؟ نعم الصوت واضح عندكم كده؟ بس هم سامعيني كويس جدا جدا، يعني كأن عبد حميد حافظ بيغني. انا مش سامع. طيب ليه مش سامع صوت؟ ما احنا ايوه لا الصوت عندي شاشه بس كده ما فيش صوت. يعني انت مش سامع صوتنا خالص؟ لا بيروح ويجي. لا يبقى المشكله المشكله عندك يا بنات. كله عندكم سامعين كويس؟ يا مستر. يبقى اذا البروبروم عند حضرتك. تمام احنا وصلنا 11 صح؟ اوكي. It's important for people to their work life from their home life. تبقى separate. Separate يعني يفصل او يعزل، يعني يفصل بين حياة العمل وحياة الشخصية او حياة البيت. ماشي برافو. The teacher made us. اسمعنا المرة دي عرفتيها يعني. ميد اس، ما هي دي ادي كوزيتيف في المعلوم برضو ميد اس يعني، بس هو جابها هنا ايه؟ جابها على ان الفعل ميك من الافعال التي طبعا احنا بنديلكم كم كبير من الافعال تعمل نفس العمل، من الافعال التي ياتي بعدها المصدر بدون تو، ياتي بعدها المصدر بدون تو اهو شايفينه اهو، ياتي بعدها المصدر بدون تو في حاله المعلوم، وياتي بعدها تو زائد المصدر في حاله المجهول. اوكي 13 اميره يلا يا اميره. تمام وصل. 13 the list of your achievement is pretty impressive. طبعا يعني كلمة pretty هي بمعنى في اللي هي معنى جميلة، بس هنا بمعنى اللي هو هنا جاية adverb جاية ايه adverb لتبين درجة الصفة، يعني كأنها كلمة very، كأنها كلمة
very واخترتي انت كلمه impressive كلام زي الفل تمام. 14 the man was so happy. So happy كلام حلو خالص. If you don't طب ليه اخترتي سو ما اخترتيش ساتش مثلا؟ عشان سو بيعديها صفة على طول لكن ساتش بعديها صفة بالاسم بتاعها. أو آن يعني المفروض يكون قدامها يبقى صفة أو موصوف وفي وآن تمام. وإذا كان الجمع ما بناخدش ولا آن. كلام كويس. آخر واحدة ليك دي. If you don't explain clearly you will just confuse. See. Confuse يعني what's the meaning of confuse؟ يعني تربك وتحير القارئ. كلام زي الفل تمام. يلا 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 يا ميرانيا انا عايز نعمه عايزها في حته ثانيه. Serious gun film on TV. There is a good film. There is a good film on TV tonight. اتكلم عن الفيوتشر اهو. دي لا 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 دي اشياء تتم وفقا لجدول مواعيد فبنستخدم لها البريزنت سيمبل. تبقى ايه انا ستارتس تمام حسبناكي ولا ايه؟ ده احنا فرحنا بيك الحصتين اللي فاتوا. What is the between amateur and professional؟ ذا يبقى عايزه اسم. مدام ذا يبقى عايزه اسم. تبقى بي؟ لا بي ده فعل ده هنا ده ديستينكت. تبقى دي ادي يا نعمه اللي ايه ديستينكشن اللي هو ايه؟ لان ذا ده الاسم ده عشان كده قلت لحضراتكم دايما احفظوا ايه؟ احفظوا المشتقات. يلا توكلي على الله. بليز اي وونت ماي كار تبقى سي اللي هي تو بي تو بي اكزامين. لا مين هي طبعا اكزامين to be examined. النت مش عارف ماله بيلعب معانا النهارده ولا ايه ولا عندكم ده؟ انا عندي الصوت تمام. to be examined لان هنا عند حضرتك ده الجزئيه دي اللي احنا اخذناها لما كنا بنتكلم على ايه؟ كنا بنتكلم على الافعال التي ياتي بعدها تو زائد المصدر عندما تحول للمبني للمجهول. يجيب بعدها تو بي زائد ثالث للفعل. اقفلي المايك يا نعمه. بس عشان انت اللي عامله الدوشه. يلا يا رانيا. Your success in this mission will surely يا نعمة اكفل المايك يا نعم. بي شورلي بيعمل ايه اللي عند حضراتكم؟ اخترت ايه؟ سي يور كلمة كريتكس. هم مين دول بيسموها؟ يافا كلمة كريتيكال. كريتكس دول النقاد، الناس اللي بينتقدوكي، الناس اللي بيقولوا البنت دي مش نافعه، دي مش هتجيب مجموع، دي ما تنفعش تخش كليه. لما انت نجحتي النجاح بتاعك ده ايه؟ عمل لهم ايه؟ بي ستريكت. مش من الواحد يقول لك ده النجاح بتاعه اخرسهم. خلاهم خرسوا. يبقى اخترت كلمه اهي سايلنس اسكت أخرس. علي to the market. He is at home now. يعني راح السوق وهو الآن في البيت. يبقى أخينا ده عمل إيه؟ ما تقول الإجابة اللي أنت عاملها، ما إحنا قلنا جهزه قبل الحصة. has been. has been يعني معناها ذهب
وعاد. وعاد. لكن has gone يبقى معناه ذهب ولسه لم يعد بعد. The computers are out of date and require يتطلب إيه؟ يتطلب ب replacement يعني الاستبدال، لازم نبدله ونجيب مكانه حاجة تانية. Students become worried before exams. سي اقري الكلمة هي سي فعلا all، يقول all the students كل الطلبة بيكونوا قلقين قبل الامتحان. To means to cover something with water for a period of time. حط عليه مية. بيرس البي. بريس اضغطه. اكوي. شاطرة في شغل البيت انت خالصة. كلمة بمعنى ينقع. سيس. ايوه سوك. I don't cut my hair. I causative. I have to. I have. وبعدين مفعول به ثم التصريف الثالث. يبقى I have إيه؟ I have it cut. ايوه اهو ده كوزيتيف مبني للمجهول، جمله سببيه في المبني للمجهول. I am sincerely of your supporting me during that هتبقى بي فالكلمه الاخيره عارفاها بمعنى ازمه كريزيس كريزة. اخترت ايه طبعا انا مقدرا لك اللي هي نمبر بي فعلا ابريشيتيف. The two players can score the free kick. يبقى عندي كام لاعب دلوقتي هنا ايه بيقول؟ يعني الاثنين لعيبة دول يستطيع ان يسجل اللي هي ايه اللعبة الحرة بيسموها الركلة الحرة يعني. دي هتبقى إيذر، ما تنفعش إيذر بدون حرف جر. هتبقى سي. هي نعمة. إيه. أهو. إما. The exam was for even the cleverest students. Few students passed it. اللي عدوا منه يا دوبك pass يعني few قليلين. يبقى هذا الامتحان امتحان فيه صعوبة، فيه تحدي. دي. challenging. طيب أميرة في دوشة عندك. neither my neither ماشي my parents nor my brother. دي بتخاطب معايا القاعدة التي تقول إذا ربطت neither أو neither nor فاعلين مختلفين فإن الفعل يتبع الفاعل الثاني. إذا ربطت neither أو neither فاعلين مختلفين فإن الفعل يتبع الفاعل الثاني. والفاعل الثاني الفاعل الثاني الثاني تبقى my brother دي مفرد. ما دام مفرد في زمن البريزنت سيمبل بياخذ الفعل في نهايته اس. بي فيها اس. سلامة إيه؟ عينيك الحلوين اهو. لا بقول لك مش دي هتبقى ايه انا
there is a hotel just a few meters. كلمة بمعنى أمامك. Be ahead. My mobile while I was shopping. تبقى had يا كده أربعة. لا was see. Was stolen. ومش see. Was stolen. ليه؟ لأن while قبلها يأتي past simple. يأتي ماضي بسيط. والماضي البسيط هنا الموبايل لن يسرق ولكنه يسرق. فإذا استخدم الباست سيمبل إن باسف. فاستخدم الباسف يستخدم was a word زي التصريف الثالث للفعل وآدي موجود قدام حضرتك. طبعا هنشوف القطعة اللي هي موجودة معانا الآن. طبعا بتتكلم على over population. أين أميرة اللي قالت القطعة تبعي؟ أميرة راحت فين يا أخوانا؟ ما هي موجودة أميرة اهي. سمع. Overpopulation is an undesirable condition which is caused by number of factors. يبقى إذن لما قلنا أتعامل كيف أتعامل مع البسس في الامتحان؟ أتعامل معها مع القطعة إزاي؟ قال بتعامل معها من بتعرف معنى مما تحدث هذه القطعة عن إيه؟ من خلال اللي هي المين ايديا أو بنسميها topic sentence. هذه الجملة اللي هتعرفك انت بتتكلم عليه. هو اتكلم على الاوفر بوبوليشن وهي الزيادة السكانية على انها حالة غير مرغوب فيها تسببها عدة او عدد من الفاكتورز وهي العوامل. طبعا من خلال هذا الكلام من فهمت العبارة دي عرفت ان هو هيتكلم على العوامل التي تؤدي الى الزيادة السكانية ومميزات والعيوب وازاي يعني تؤس تأثيرها علينا ازاي وازاي نتغلب عليها. ده اللي هو هيتكلمه في هذه القطعة من خلال الريدنج بتاعنا. Decline اللي هي reduce in the death rate. وده يعني كلام انا يعني لا اؤمن به لكن ده كلام علماني بيقول يعني انخفاض معدل الوفيات has led to overpopulation. اول عامل انه ادى الى الزيادة السكانية. Science was able to produce better means of producing food. هم طبعا كان بيقولوا ان العلم هو هنا طبعا اللي العامل كل ده وده هو جات لهم الفيروس كورونا لا نفع علم ولا نفع غيره ويورونا مش معانا غير رحمة ربنا. هو هنا بيتكلم على ان الساينس هو اللي كان قادر على في means وسائل انتاج الطعام حسنها. Which allowed families to feed more mouses. طبعا بتخليك تطعم مزيدهم من الافواه. وكمان ايه العامل الثاني يعني هو عامل الاولاني نتكلم عليه الانخفاض في معدل الاموات. العلم الثالث الميديكال ساينس اللي هو طبعا العلوم الطبيه طلعت اوانطا. ميد ميني ديسكفريز ثانكس تو ويتش يعني بفضلها. يبقى ويتش هنا عايده على مين تفكر؟ People were able to defeat a whole range of diseases. Defeat يعني beat يهزم a range of diseases. Technological advancement. كلمة فاكرين كلمة fertility اللي هي الخصبة. Treatment enabled couples who are unable to conceive. مش هقول لكم طبعا معناها ايه. To have their own babies. Couples هو الرجل وزوجته الغير قادرين على conceive. To have their own babies. هيحصلوا على الأطفال. This has led to rise in birth rate. وهذا يؤدي إلى زيادة
في معدل المواليد. طبعا ده كلامهم. حاجة تانية كمان immigration. immigration here معناها الهجرة. immigration is another important factor. ده عامل اهو زودوا على الشلة اللي فوق دول. which made more people settle in developed countries اللي هي الدول المتقدمة and make them overcrowded اكثر ازدحاما. lack of family planning اللي هو تنظيم الاسرة. in developing nations الدول النامية increases the chances of producing more kids كمان اللي هو ما فيش تنظيم اسرة في الدول النامية ادى الى زيادة عدد الاطفال. the effects of overpopulation are quite severe. The first of these is the شو الكلمة اللي جاية دي؟ depletion. طبعا هو بيعرفنا ان بعد 10 minutes الجلسة هتخلص ان شاء الله نكون خلصنا القطعة. of resources. the earth can only produce a limited amount of water and food. يقول الكمية الطعام والماء اللي موجودة على الكرة الأرضية محدودة. which is falling short of the current needs. طبعا هي هنا ما في مش قادرة تسدد احتياجات الناس. people are cutting down forests. الناس يخلصوا على الغابات ويقطعوها. hunting wildlife in طبعا هنا ايه a reckless manner باسلوب شرير كده وغير واعي غير متحمل للمسؤولية بيصطادوا في الحيوانات. causing pollution and creating a host of problems يعني هو هنا ده ادى الى ان تلوث والتلوث ده بيجي هو سبب لمشكلات كثيرة جدا. the second is the بص الكلمة الثانية دي degradations of environment. the overuse of coal اللي هو ايه الفحم. oil يعني الاسراف في الفحم والoil and natural gas has serious effects on our environment. rise in the number of vehicles المركبات and industries have badly affected the quality of air rise in amount of CO2 emissions الانبعاثات بتاعته leads to global warming due to بسبب overpopulation زيادة سكانية conflicts over water are becoming a source of tension between countries يعني في نزاعات بين الدول زي ما احنا شغالين دلوقتي بيننا وبين اثيوبيا نزاعات بسبب المية. which could result in التي تؤدي إلى wars. it causes more diseases to spread and make them harder to control. يبقى في أمراض ولن نتحكم فيها زي ما احنا شايفين اهو. هديني كمان starvation و poverty المجاعة الفقر unemployment البطالة are huge issues facing the world التي تواجه العالم because of overpopulation. one of the first measures من احد الاجراءات to solve overpopulation is to educate the masses to طبعا الشعوب to help them understand the need to have one or two children يعني يدوبك طفل او طفلين at the most. people should be aware of family planning لازم يكون عندكم دراية بالايه بتنظيم الأسرة. The government might apply a good policy. الحكومة يجب أن تطبق سياسة جيدة. It is to exempt couples who have single يعني الناس اللي عندهم or two children from a part of the income tax يعني كمان الناس اللي عندهم يعني بخلف له ولد ولا اثنين دول يشيلوهم من ضريبة جزء من ضريبة الدخل فيشجعوهم على هذا الكلام والناس ما تخلفش اطفال كثيرين. ده اللي حضراتكم شايفينه قدامنا لكن انا مش عايز اخش في الاسئله لان هو
الجلسة هتنتهي في خلال 6 دقائق، لكن مش مشكلة، ممكن نبدأ مع بعض تاني مع هذه الأسئلة مع نعمة. ابدأ يا نعمة. Overpopulation leads to a high rate of unemployment. Unemployment, تمام. Which of the following can help to overcome overpopulation? نتغلب على overpopulation أيهما؟ نعم. Spreading awareness. تمام. فعلا نشر الوعي بين الشعوب عن هذه المشكلة. كلام زي الفل. تمام. According to the passage, how do people cause the depletion of environmental resources? استنزاف. هي كلمة استنزاف، كيف يعني بيستنزفوا المصادر الطبيعية، بيعملوا ايه المنيلين دول؟ By cutting down forests. فعلا قطع للغابات. ها. Which of the following is a reason for overpopulation? أي هذه الأسباب هي سبب في زيادة السكانية؟ ها. The decrease in the number of people dying every day. تمام. هو طبعا ده كلام هم اللي قالوه، طبعا احنا مش مسؤولين عنه، لو نقص أعداد الوفيات. What does the underlined word which refer to discoveries. أيوة discoveries. كلام زي الفل. تمام. The word conceive means to. Conceive means to bring up a child. يربي عيل. لا. Half a child لأن هو أصلا الناس اللي هم يعني معناها اللي هو غير قادر على الإنجاب يستطيع أن هو يحصل على 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 طفل. How can overpopulation become a cause of war؟ كيف تصبح الزيادة السكانية سبب من أسباب الحروب؟ أجاوب ولا إيه؟ مستني حضرتك أنا. ده سؤالك، العشرة دول بتوعك. ماشي. Due to overpopulation, conflicted over water are becoming a source of tension between countries which could be result of wars. تمام. إجابة صحيحة. أنا مش هوريكم الإجابة كلها، بعد ما أخلص هوريكم الثلاث الأربع أسئلة دول مرة مع بعض بعد ما تخلصي. Mention two ways in which medicine has led to the increase in population. This line in the this imagination. انت عارفة بيقول لك اذكري طريقتين. ان الدواء ده او الطب ده ادى الى زيادة السكان. ايوه، ما اللي هي قله عدد الوفيات والهجره، صح؟ طب بيتكلم على الطب يا نعم. الطب اللي هتلاقيها في الجزئيه بتاعت ميديكال ساينس. مش مجاوبها. الف سلامه عليك. طبعا اهو هذه الاجابه. Medical science made من discovery thanks to which people were able to defeat a whole range of disease. يعني هما يعني كمان هتلاقي كمان اللي هي العمليه تكابه تاني بعد شويه هتنزلي كمان عليها اهو لغايه كلمه بيبيز. يعني هو من اول هذه الجزئيه دي وهيكمل معاها لغايه بتاعت بيبيز دي، ولا يعني هنا اهو احنا مش هنقدر ناخدها كلها زي بعضها. طيب ما علينا، نشوف تاني الجزئيه اللي فاضله، السؤال اللي بعد كده. مش كده سرحنا شويه. What two bad effects does overpopulation have on the environment؟
ايه التأثيرين اللي عملهم اخينا ده؟ The depletion of the resources. تمام. And the degradation. Degradation of environment. برافو عليك. طيب. How can people save money through family planning? الناس ازاي هتوفر فلوس من خلال التنظيم الأسرة؟ آخر جزئية عندنا. اللي هو يعني في مضاربة الدخل فاكراها دي؟ لا اهي في الاخر خالص اهي لك اهي اهي شايفاها دي اهي هذه كلها الجزئيه دي تمام طبعا انا ايه هشوف الاجابه ان شاء الرحمن بعد العوده ورجعنا مره ثانيه زي ما احنا قلنا لحضراتكم هنشوف ادي الاجابه بتاعتنا الاجابات اللي احنا اتكلمنا عليها عشان لو حد عايز يعمل سكرين شوت ولا حاجه اهو سكرين شوت اهي لهذه الاجابه بتاعت الاسئله بتاعت القطعه اللي احنا جاوبناها مع بعض. اوكي نرجع مره ثانيه للاسئله بتاعتنا وهنتكلم المره دي على ذا نوفل القصه. فين اميره؟ اميره يلا خلاص we are waiting for you for a long time we have wait وين أنا يلا القصة كده مع حضرتك لكن معلش عشان ترجعي لي أخذ الفول مش عارف أعمل بس يا مستر أخذ الفول بس طيب ربنا يسهل بس خلاص يبقى كده ربنا تمام أوكي how would Rosenberg benefit from visiting the princess Number B, he would gain more popularity. Popularity. فعلا كيف استفاد من زيارته للأميرة إنه ازدادت شعبيته. تمام. Whose body was found inside the dark cellar of the hunting lodge? هو الكينج لا لا الجوزيف. إيه. جوزيف. جوزيف مين؟ وكان معاه الكينج هو بتاعي يا بنتي دي بيقول جثة جثة هو الملك مات اوكي صح ايه تمام ثري ذا بور بيبول سبورتد ذا ديوك بيكوز هي سي اللي هو بروميسد ذيم ا بيتر فيوتشر يعني هو علشان وعدهم بمستقبل جيد يعني ان شاء الله تمام تو بليز روز عشان يبسطها راسندل agree to take the job offered to him ايوه طبعا وافق ان ياخذ الوظيفه التي عرضت عليه السؤال الاولاني يا حجه اميره اللي هو ده اللي احنا بنتكلم عليه ده يعني بقول ان هو من الاسئله اللي احنا يعني الى حد ما متوقعينها شايفاها دي what do you think واحنا لما شرحت يا اميره انا مش ركزت على الجزئيه دي بالذات what do you think the message all's well meant ماذا تعني لما قال يعني اذا كان كل شيء على ما يرام فاكر العباره دي اللي كنا بنقولها اللي هو هذه مع كل شيء على ما يرام يعني ايه اللي في ايدينا ها سالت لك اهو ذات زي كدناب ذا كينج يعني معناه كانه يقول انه تعني انه ديوك سيمن كدناب ذا كينج او هاف ذا كينج ان ذا كاسل انهم يملكون الان ايه الملك الحقيقي في القصر معاهم يبقى انا محتاج ليه تاني ايه اللي يخليني اقلق واروح القصر هنا الهانتنج لودج Do you think that Rosendale and the king had identical personalities هم الاثنين لهم نفس الشخصية yes or no yes because of them both of them like food and have an easy life هم والاثنين تافهين يا
ايوه بس هو الكلمه في اخذت بالك من الكلمه دي؟ طيب identical مش دي مطابقه؟ اه لا متطابق يعني شخصيتين متطابقتين تماما. ايوه هو انت فين؟ لا لا طبعا لا طبعا في جزئيه ثانيه حضرتك ما خدتيش بالك منها وهي فاكره لما راسندل اللي هو كان جود سورت مان يعني لايك فايتنج هاد فايتنج سكيلز يستطيع ان يحارب لكن الملك لا خلاص. دي يمكن يعني ده احد الامثله يعني. اذا ده من الاسئله اللي بتوجع الناس في شر اعمالها انك ما بتجريش كويس. انت طبعا هو ما قالش هو متشابهين، هم متشابهين في بعض، متشابهين بالشكل، متشابهين ان هم بيحبوا الايزي لايف، متشابهين ان هم بيحبوا ترافلينج، متشابهين ان هم مثلا ما بيحبوش يشيلوا المسؤوليه يعني. لكن هناك اختلاف ان راسندل كان عنده من السكيلز المهارات التي اهلته. ده ممكن يجي لك سؤال في الامتحان لان راسندل كان لديه من المهارات وكان لديه من القدرات التي مكنته ان يقوم بدور الملك الحقيقي ويستطيع ان ينقذ الملك الحقيقي ويستطيع ان هو يحارب مايك. ما كانش عنده الصفه بتاع اللي احنا بنقول عليها الفايتنج دي، كان راح في ده. طيب in your opinion why wouldn't Michael dare يعني يجرؤ to kill the king؟ سهلة هي. عشان كده هيخلي راسندل اللي هو يعني ثانية اللي هو سات هيخلي راسندل الملك على طول اللي هو يعني. طيب in English in English يا أميرة in English يا دكتورة أميرة. because سيبك من سبت خالص سيبك من سبت خالص. هو كانت مشكلته خوفه إنه راسندل يبقى ملك. يبقى بالجملة إزاي؟ يبقى because that Rosendil will be the king forever. اه طبعا او would عشان دي حاجه محصله would stay لانه هو استخدم ادي الكلام اللي حضرتك كان من اسهل. ضحكنا عليكي وخليناكي تجاوب الاسئله كلها. ادي الاسئله اللي انا بتكلم عليها اهم الثلاث اسئله اللي الحاجه اميره كانت بتعيط ومش عايزه تجاوبهم اهو. بعد نفسي شويه اهو. ادي يا حضرات الساده اهم شايفينهم ادي الاجابه يا اميره. لو عندك عايز تاخدي لهم سكرين شوت خديهم. المذكره دي اللي احنا شغالين منها متصوره مع علياء يا اخوانا ولا ده صورها لها؟ ما اعرفش بقى لو كنتوا عايزين تاخدوا نسخه منها يعني تريحكم من النظر في الموبايل دي حاجه ثانيه. اوكي الدايلوج تبع مين؟ هو انا حلها بس قشطه لو حد عايز ياخده قشطه. لا اتفضلي ما احنا ليكي من فتره هم مهريين حل. تمام احنا اصلا هنحل الامتحان الاول ده ونفصل وبعد كده نبدا نحل الامتحان الثاني. هناخد ريست يعني 5 دقائق ولا 10 دقائق وبعد كده يجهزوا الامتحان الثاني عشان ما يبقاش ايه الفيديو ما يبقاش طويل. يبقى كل فيديو بامتحان هيبقى سهل للمتابعه مش كده احسن؟ تمام. طيب المربع ده اللي فيه الصوره ده باين عندكم؟ بتاع المنظمه ولا حضرتك؟ ما هو ساعات انا وساعات انت زي كده اهو. المربع الكبير المنظمه والمربع الصغير صوره حضرتك. ده خلاص يبقى التسجيل عندي انا. اوكي. سمر اقول ولا؟ يا سامعين حضرتك انا. از نير اند اي دونت نو how to fill my free time. Excellent. يعني انا يعني عشان خاطر حضرتك هتعب نفسي شويه وهبدا ان انا يعني هكتب الاجابه هنا اهو عشان ايه الحبايب وحبايب الحبايب. انت قلت ايه طبعا؟ بيقول I don't ناخد وقت مش مشكله. I don't know اللي انت بتقولي اهو عشان زمايلك اهو how تو ها اخترت ايه كلمة ايه؟ في الكلمة اللي هكتبها لك انا تو فيل ماي سبير تايم. ادي معنى الجملة يعني بيقول انا يعني لا اعرف كيف املأ وقت فراغي او خلينا حمرا عشان تبقى I don't know how to fill my spare time. تمام كملي.
ما كده قال له I am the opposite, I know how I will fill my free time. بعد كده هو كده بيسأله انت بتعمل ايه اللي هو what are you doing. يعني I am the opposite يعني انا مش معاك يعني في الرأي ده. ها هيقول له ايه؟ ها what are you going to do in the holiday مثلا او summer holiday. هيقول له نفس الحكاية يعني how will زي ما انت بتقول كده how will you fill عشان تبقى سهلة كده how will you fill your free time كيف انت حضرتك هتملأ وقت الفراغ بتاعك ده ازاي هتملاه ازاي هتملاه اي لونه خلاص ها سؤال تاني هو سؤال ومش بإجابة إجابة لو هيقول له يعني أنا هتطوع في جمعيات خيرية اللي هي I'm going to كلمة الصراحة تطوع عشان جبتها من جوجل ترانسليت أصلا مش عارفة يعني طب ليه طب ما أنا بقول ألتحق ليه أنا يعني أتعب نفسي أنا ماشي أهو مع حضرتك أهو أم ها زي ما أنت قلت أهو going to كلمة join فاكرة كلمة join معايا ولا اختفت لا ما حضرتك اللي هي اشرت I am going to join هلتحق بايه هو قال له تحت كلمة charity مش عارف الحرف معلش النظارة عاملة شغل جامد النهاردة يعني طبعا أميرة حاسة بيا عشان احنا ايه حالة واحدة والله حتى النظارة مش جايبة أهم ايوه ادي اهو ادي زي ما احنا بنتكلم اهو ده احنا بناخد المحادثة انا بديها تايم زيادة شوية على اساس ان هي بتبقى فيها الناس كتير بتبقى الصعوبة بتاعتها charity that's great اداله سؤال تاني هذا السؤال ايه السؤال يا عمو اللي هو المفروض اساله يعني انت بتحب ان انت تساعد الناس مثلا اللي هو do you love او do you like to help people هو قال له انا هو اخينا ده كان بيسال يعني كانت مشكلته ان هو مش عارف يقضي وقت فراغه ازاي فقال له يا ريت انا ضدك خالص انا هقضي وقت فراغي في جمعيه الخيريه هي خيريه حاجه حلوه خالص فهي طبعا هيسال يقول ايه ها فيقول له تحب تيجي معانا صح ايوه يقول له ايه يبقى do you want to come with us مثلا ايوه اللي هي كلمه would you like ايوه to would you like to ايه to join it اكثر الحروف اللي بتجنني انا في الكيبورد الحرف ده مش عارف بيروح فين الحرف ده بتاع جوين ده تمام ادي المحادثه اللي احنا فاضل معانا جزئيه صغيره يعني حتى لا نشعر بالملل وادي اخر واحده حاجه اميره تقول لنا هنعمل فيها ايه هي بتبقى مشكله شويه بس لازم نديها التايم بتاعها علشان مش مهم نحل كتير بس مهم نحل صح Of course, I'd like to. سهلة دي. نعم. بالطبع أنا أحب أن. هو هيقول له مثلاً أبدأ منين أو how can I help مثلاً how can I start. يعني هنا. The poor and the needy in your neighboring. طبعاً في حاجة مشكلة كويس إنك أنت انتبهت لها. هو هنا of course I'd like to أحب ذلك هنا انتهت هنا بدأ بسؤال. كان سؤاله اللي هي البور بيبل يعني الناس الفقراء فهنا فهيقول له ممكن ايه الناس اللي بتساعدهم هذه الجمعيه اي الناس يبقى هيبدا بكلمه ايه الكلمه اللي هيبدا بيها اهي شايفاها دي نجيبها لك هنا اهو عشان ما نتعبش نفسينا شفت الإجابة؟ شفت التكنولوجيا؟ which people بدل ما نقعد نكتب ونوجع دماغنا اهو
which people will does or will the charity help. بيختم how will we be able to help them. كيف نساعدهم؟ كيف الفقراء تساعدهم ازاي؟ ندي لهم ايه؟ by giving them money and clothes مثلا. اديهم بقى اللي معاك انت بقى كل اللي معاك هاتيه. بعد كده اهو ادي الاجابه اهو اللي هو قال هناخدها ونشوف هو ادي الاجابه اللي هو عملها عندنا واحنا طبعا خدناها منه ونشكرهم ان هم ادونا اجابه سهله وبنت حلال ونلونها علشان ما تزعلش اميره ونخليها اي لون اخر. ادي المحادثه اللي عند حضراتكم اهي مجاوبه وحلوه وبنت حلال اهو. كمان نلون دي عشان الناس اللي ما حضروش معانا النهارده ممكن يتعاملوا معاها. ده طبعا الايميل وعايز حضراتكم انكم تخلي بالكم من الايميل كويس خالص لان ممكن يجيبوا لي بدل الباراجراف يعني ما نتوقع هذا الشيء منهم. هو مستر الايميل نفس حجم الباراجراف ولا اصغر؟ هو نفس لو كل اللي بيختلف عنه بتكتبي اللي طبعا يور نيم والايميل يعني انت بتكتبي تو فلان يعني فروم وتكتبي الايميل بتاعك تو بتكتبي الايميل للشخص اللي انت هتبعتي له وبعد كده دير فلان وترصي كانك بتكتبي باراجراف تماما. هو طبعا زي هنا قال يور نيم از وسام يور فريندز نيم از نور هير او ادريس از ادي العنوان بتاعها بعدين هي دي ده الايميل الاولاني اكتبي بقى على صاحبتك براحتك بقى. هنا طبعا الثاني اجريس انت ذات هاز انسبايرد يو هتكتبي لصاحبتك عن احد العلماء اللي الهموك في حياتك واي دو يو انجوي جوينج تو ذا لايبرري او تكتبي لها عن لماذا تستمتعين بالذهاب الى المكتبه. هو نفس الحكايه كانك بتكتبي باراجراف تماما كل ما في الحكايه انه في ايميل راسل ومرسل اليك. اوكي هذه الترجمه. نعمه موجوده ولا مشيت؟ ايوه. طيب يا نعمه الجمله الاولانيه ايه؟ scientists are trying to develop cleaner cars that may be kinder to the environment. هتبقى يحاول العلماء ان يطوروا سيارات انظف للبيئه افضل ربما افضل للبيئة. هي كلمه طبعا kinder يعني اقل تلوثا للبيئه يعني مش طيبه يعني هتقول هتبوس في البيئه كل يوم لا هو طبعا كايندر يعني اقل تلوثا للبيئه. اجابتك صحيحه طبعا. قول الثانيه. A child should be given a chance to express himself without tight restrictions or permanent يجب ان يعطى الاطفال فرصه لكي يعبر عن لا الطفل فرصه لكي يعبر عن نفسه بدون قيود صارمه او نقد. طبعا كلمه نقد دائم نقد دائم دائما انت وحش ايه اللي بتعمله ايه اللي مش عارف ايه ده الكلام اللي بيحصله. طيب اللغه العربيه انا برضو هو في حد تاني بيتكلم حد من الاخوه المستمعين ترجم اللغه العربيه عادي انا هتقولها انا قولي انا مستنيك اهو ماشي. ان العمل الادبي محاوله جاده من الكاتب للوصول الى افضل وصف للواقع يبقى the literary work is a serious trying by writers to reach best description of ماشي صح تمام 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 الرياليتي اللي هي الواقع او الحقيقه. طيب ان تنظيم الوقت حاجتين تنظيم الوقت والعمل الشاق الزمان تايم مانجمنت او اورجانيزيشن يعني دي and hard work are the basis basic of success in any work we do. طيب كلام كويس خالص. بص كده حضرتك
احنا يعني هنروح كده بسرعة على الإجابة اهي زي ما حضرتك قلت تماما. ادي الإجابة اللي اتكلمنا عليها. يحاول العلماء تطوير سيارات أقل نظافة والتي قد تكون ألطف أو أقل تلوثا للبيئة. ينبغي أن يحصل الطفل على فرصة للتعبير عن نفسه بدون هي معلش مكتوبة خطأ قيود محكمة أو نقد دائم. Literary work is usually serious attempt اللي هي محاولة by a writer to get the best description of reality. Time organizations and hard work are the basis of success in any work that we do. يعني ممكن نكتبها وممكن لا. ده طبعا احنا ايه الامتحان ده اللي احنا اخذناه النهاردة. بنقول لحضراتكم نشكركم على حسن استماعكم ونلتقي في الامتحان الاخر ان شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.